من يقول دائما أنا ما عندي حظ، أنا حظي سيء، هل هذا مخالف الإيمان بالقضاء والقدر؟ أي نعم، أنت إيش درك أن حظك سيء؟ يعني هذا شيء إنسان، يعني الإنسان يتفاءل لا يتشائم. الإسلام ضد التشاؤم، ضد التشاؤم، وإنما النبي كان يحب الفأل، النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتفاءل، لا يقعد يقول أنا حظي سيء، أنا ما فيني خير، أنا كله خسران، أنا كله ضايع، أنا كله. ليش؟ كل شوف نعم الله عليك عظيمة جدا. مشكلة الإنسان ما يشوف النعم. وإذاك جاء رجل إلى أحد الصالحين فقال له إني فقير. قال إني فقير. قال أتعطيني نظرك؟ أتحب أن يؤخذ منك نظرك ب100,000؟ قال لا. قال تحب أن يؤخذ سمعك ب100,000؟ قال لا. قال تحب أن تؤخذ يداك ب100,000؟ قال لا. قال أتحب أن تؤخذ القدمان ب100,000؟ قال لا. قال أتحب أن يؤخذ منك الكلام ب100,000؟ قال لا. قال اذهب معك مئات الألوف، هم تملك مئات الألوف الآن. فالإنسان دائما يتذكر نعم الله عليه، ما يتذكر إنه والله اليوم ما نجح في هذه القضية، اليوم واحد اتقرى، اليوم واحد أساء إليه، يوم خسر، يوم كذا. لا، في أشياء كثيرة نعم الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.